ازيك ياسمين بيه؟ كويس ان انت عارفاني. طبعا عارفاك وكنت مستنياك كمان. انا ما بخافش منك، فاهم؟ ما بخافش منك. انا حواليا كلاب وديابه يا بوي، ما يفهموش الا الخوف. لو حسوا انك كسرت هياكلوني صاحي. الموت عمره ما كان نكته بايخه، واللي بيموت ما بيرجعش. ماجد لو فكر يكلمك انا اعرف ان هو كلمك من قبل ما انت تردي عليه. ايه المطلوب يا سليم بيه؟ بس انت لو عرفت توصلني للعرام ده هتأثر عليا الطريق كله. المرحوم كان دايما يكلمنا عنك، كان دايما. بقول لك يا سعيد، شغل اللف والدوران ده ما بيمشيش هنا. انت راجل قديم وفاهم، اللي بيدخل هنا بيقول كل حاجه. وفر بقى عليك وعليا الفرهده اللي ملهاش معنى دي. انت عارف يا باشا ايه اجمد حاجه عملها المصريين؟ لا تقولي بقى الاهرامات ولا ابو الهول خالص. اجمد حاجه اخترعها المصريين هي الامثال الشعبيه، حاجه بصراحه مفتخره. المفروض ان انا رجل اعمال وبزنس مان، يعني فلوس رايحه جايه، بس والله يا باشا الامثال الشعبيه دي لو ينفع ان هي تتباع وتتشرى لكنت صفيت شغلي كله واشتغلت فيه. بطل استهبال يا سعيد، للصبر حدود. وده واحد منهم يا باشا، ده مثل حلو جدا. في مثل تاني بقى بيقول لسعادتك ايه؟ هيسخطوك يا قرد. في حلاوه كده في الدنيا، كلمتين يا باشا لخصوا معاني كتير قوي. يا وليد بيه انا بقيت في قعر الزباله، يعني ما عنديش حاجه اخاف عليها. بالعكس بقى، انتوا اللي عندكم حاجات كتير قوي تخافوا عليها. وانت عارف احنا ممكن نعمل فيك هنا ايه؟ يا باشا بلاش جو التهديد ده بقى. جو التهديد ده مش هياكل معايا ولا هيهتني. انا راجل سياسي ومعارض، وعندي محطه فضائيه مليانه برامج بتخبط في الحكومه ليل ونهار. انا يعني كنت دفعت دم قلبي في كل ده عشان ايه؟ مش عشان يوم منيل زي اللي انا فيه ده؟ وبعدين سعادتك سيد اللي عارفين، وفي محطه بتكسب ولا حزب بيجيب همه؟ باشا والله ومليك عليا يمين، انا خسران كميه فلوس في الحاجات دي لو عرفتها هصعب عليك. وبعدين انت عارف ان انا راجل مناضل ورمز من رموز المعارضه، يعني يوم ما تفكر انك تمد ايدك عليا او تعاملني زي اي حرامي ولا هجام، الدنيا هتتقلب عليك وعلى اكبر منك. وانت مش نصيب، المشرحه مش ناقصه قتل يا باشا. ازيك يا سعيد؟ شفت بقى سعادة ان غسيلك الوسخ كله عندنا من يوم ما اتولدت لحد النهارده؟ يا باشا انا اصلا ممسوك في قضية فساد، يعني الكلمتين اللي حضرتك بتقولهم دول مش هيفرقوا في حاجة. وبعدين عادي يا باشا براحتكم، حقكم تقولوا اللي انتوا عايزينه. ما انا زي ما هقول ان انتوا ملفقين للتهمة، هقول برضو ان انتوا ملفقين للكلام، عشان انا راجل معارض وراجل سياسي ومناضل. وهقول ان انتوا كمان عايزين تغتالوني اغتيال معنوي. ليه؟ تغتالوني اغتيال معنوي. واضح يا سعيد ان قعدتك مع العيال الشيوعيين علمتك كلام كبير قوي. الشيوعيين؟ يا باشا الشيوعيين والاخوان والسلفيين انا ما خليتش، انا خدت من كل بستان زهره. بقى انا باش طريقه التريقه اللي حضرتك بتتعامل معايا بيها دي بصراحه مش عاجباني. ليه؟ لان سعادتك عارف زي ما انا عارف ان انا يوم ما هقرر ان اتكلم وافتح بقي في ناس كتير قوي هتصدقني، جوه مصر وبره مصر. وبيتهيألي يعني ان انتوا مش ناقصين وجع دماغ. ملعون ابوك انت واللي يصدقك جوه مصر وبره مصر.
نسيت نفسك يالا ولا ايه؟ ده انت حتة حرامي وسخ ما تستاهلش غير الضرب بالجزمة القديمة انت واللي يتشدد لك. وكنت فاكر ان تهديدك لينا باللي بره ده هيفرق معانا. تبقى عبيط، احنا ما بيفرقش معانا حاجة. اقعد مع نفسك وحسابها وفكر. انت تعرف ان احنا ما بنخافش من حد ولا بيهمنا حد. شوية الدوشة بتاعت بره وجوه دي بقى بالله واشرب ميتها. ويكون في معلومك انت مش هتخرج من هنا غير لما تقول كل اللي انا عاوز اسمعه. وعز الجلال، لو ما بطلت لوعي النسوان اللي انت فيه ده لا خليك تندم على اليوم اللي جيت فيه الدنيا. ساعتها ما حدش هيقدر يحوشني عنك، لا جوه مصر ولا بره مصر. يعني ما مسكتهوش يا سليم بيه؟ معلش يا عم محمد، لو مصطفى فلت المره دي مش هيفلت المره الجايه. هيروح مننا فين؟ يا ترى من يعيش؟ ظهر ان ربنا بيعاقبني على خيبتي في تربيته، وهموت من غير ما اخسر العار اللي شايلهولي ونضف اسمي من اسمه النكس. وبعدين بقى انا مش قلت لك ما تجيبش السيره دي على لسانك تاني ابدا؟ وبعدين على فكرة بقى انت لسه هتعيش 50 سنة كمان. مش ممكن ربنا يكون هياخدك مننا انا وادم وهو عارف ان احنا ملناش غيرك في الدنيا؟ كلنا ملناش غير ربنا يا يمنى. ونعم بالله يا محمد، انت راجل مؤمن وقوي، وانا ما احب اشوفك مكسور بالشكل ده. مصطفى هيجي يعني هيجي، بس انا جاي النهارده اقول لكم حاجة مهمة. حاجة ايه دي؟ مصطفى اكيد دلوقتي ابتدى يربط الحاجة ببعضيها، وممكن كمان يكون حاسس ان انت اللي بتساعديني. ده مش ممكن، ده اكيد. ما انا قلت لك أنا عارفة مصطفى كويس. مصطفى عارف إن أنا اللي سلمته، وكويس إنه عارف. ما تتصورش فرحتي قد إيه بإن هو عارف الحكاية دي. مجرد بس إن أنا عارفة كده هو قاعد عامل إزاي دلوقتي، دي في حد ذاتها مبردة ناري جدا. يا يمنى مصطفى مش لوحده. مصطفى معاه مجرمين كتير ممكن يعملوا أي حاجة في الدنيا. خليني بس أبلغ الوزارة يجيبوا حارس هنا 24 ساعة يفضلوا معاكوا أحسن. الحارس هو ربنا يا سليم بيه. إيه هيعملوا لي إيه يعني؟ هيموتوني؟ يسلم لسانك يا أم آدم. معلش يا يمنى، خلينا بس ناخد بالنا شويه لحد ما نخلص من الموضوع ده. الناس دي محدش يعرف يأدي. اسمع الكلام. والله العظيم يا باشا ده اللي حصل من ساعه ما هربونا لغايه ما رجعت لسعادتك تاني. هيبان يا سعيد، هيبان. انت هتروح مني فين؟ سامي لحسابك، لو كنت مخبي عني معلومه او بتكذب عليا محدش هيرحمك من ايدي. اخلي بتوع اللي بره دول ينفعوك. يا باشا بره ايه وكلام فاضي ايه؟ الواحد ما يتفكش مع سعادتك بكلمتين يعني. انا جيت لسعادتك دغري يا باشا. ماشي، تروح دلوقتي مع وليد الرسام بتاعنا، تقول له وصف تفصيلي لعاكف ابو العز الجبلاوي. عاوز يكون تحت ايدي صوره طبق الاصل منه. انت متاكد ان هو ده؟ مفيش غلطه واحده باشا؟ يعني هو 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 يعني ما شاء الله. تسلم ايدك يا باشا، ما شاء الله ايدك تتلف في حرير والله. بالي منه يا ابني 20 نسخة. حاضر. بص يا عراب، انا عارف انك ما بتجميش ولا ناس اللي عملته معاك زمان، بس انا دياب وانت دياب والديابه عمرهم ما يعيشوا في قفص واحد. كويس انك عارف كده يا عدنان، بس الديابه يوم ما يلاقوا خطر بيحط يدهم في يد اي حد. اطرش الكلمتين اللي في جوفك على طول. صلي على النبي كده يا كبير. عاكف ما بقاش زي زمان، وانت في مقام ابوه وانا في مقام اخوه، يبقى واجبنا ايه؟ ننصحه. قلت لك اتكلم عدل يا عدنان. حاضر يا ريس. عاكف موت ابوه كسره وطاره مع ولد الانصاري جننه، وسعيد يوم ما اتمسك جر علينا بحاجات كتير، وانا نصحته كتير، وانت شايف العند ماليه وراكبه ومش شايف قدامه غير طار مع ولد الانصاري. الله يقطع ولد الانصاري على اليوم اللي شفناه فيه. من يوم ما شفناه ما شفناش حاجه تسر. الله ينور عليك يا ريس، واحنا لا لينا عداوه معاه ولا يلزمنا من اصله. بس احنا لينا كبير يا عدنان، ما نقدروش نتخطوه ولا نوصوله امر.
حاشا لله يا ريس، بس احنا واجبنا نحميه من يأذي نفسه ويأذينا. هو ده؟ هو ده عاكف ابو العز الجبلاوي. اخيرا بقى عندنا اسم وصوره للشبح اللي بنجري وراه، ودي اول الطريق اننا نجيبه ونحاسبه على كل اللي عمله. على فكره الواد ده ما كانش شغال لوحده، كان في اتنين بيساعدوه، عرام وواد تاني اسمه عدنان. لما كشفنا على اسمه اكتشفنا انه ما عندوش اي سوابق، نضيف خالص، لكن شغالين عليه دلوقتي عشان نعرف كل حاجه عنه. طب هو ازاي ما عندوش اي ورق خالص؟ سيرنا يبقى عندنا ورق له كتير قوي. على فكره عاكف خرج بره مصر اكتر من مره بجوازات سفر وباسماء مختلفه، وباسبور قطري وباسبور تركي وانجليزي. مزوره يعني؟ للاسف دي جوازات سفر كلها حقيقيه ومية مية. واضح انه غالي قوي عند الناس اللي مشغلينه عشان يعملوا عشان ده كله، بس احنا خدنا الاسماء اللي هو بيستخدمها في جوازات السفر دي وحطيناها في قائمه الممنوعين من السفر. ايوه بس طالما كده اكيد عنده باسبورات تانية باسماء تانية خالص. وصورته كمان حطيناها على كل مداخل ومخارج مصر، في المطارات وفي المواني، عشان نحصره نعرف نطوره. سعيد زي ده اكيد مش هيخلى، بس اقسم بالله قبل ما احط رجله بره البلد دي هكون جايبه. في ايه يا طور؟ مالك مستعجلني كده ليه؟ هذا وقد توصلت الاجهزه الامنيه بفضل مجهودات رجالها الشرفاء الى معرفه شخصيه المجرم الهارب المسؤول عن عمليه تهريب المساجين اثناء ترحيلهم وقتل كل افراد مهمه التامين، بالاضافه الى بعض الجرائم الاخرى التي يتم حصرها. وتبين ان اسمه عاكف ابو العز الجبلاوي، وتهيب وزارة الداخلية المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أي معلومات قد تساعد في القبض على المتهم الهارب ومن معه، وقد رصدت الوزارة مكافأة مالية ضخمة لمن يساعد في القبض عليه. جرايا يا ولد الانصاري، ما بقتش تقدر تعيش من غير ما تسمع صوتي، ولا الشوق هفك تسمعه؟ لو انت صادق، بس لما بقت صورتك في ايدي قدام عينيا حبيت اسمع صوتك وركب الصوت على الصوره كأنك واقف قدامي بالظبط. ليك حق تعمل كده، اصلك هتعمل ايه يا مسكين؟ هو ده اخرك. عارف ليه؟ عشان انت عارف ومتاكد من جواك ان نجوم السماء أقرب لك من إنك توصلي وتشوفني وتقف قدامي راجل لراجل. ما توسخش الرجالة وتحط نفسك في وسطيهم، ولو على اليوم اللي هتقف فيه قدامي وأسففك فيه التراب وأدوس عليك بالجزمة زي الصرصار اللي ملوش تمن، فاليوم ده قرب عاكف، وبعديها هتعيش في ليل طويل ملوش نهار. صباح الخير يا ست سماح. صباح الخير يا استاذ عاون. تعبى نفسك ليه كده على الصبح؟ كفايه عليك شجاوة سليم بيه الصغير ده، انا سامع صوت صراخ طول الليل. تلاقيك يا ولده ما عرفتيش تنامي واصل. لا ده انت اللي شكلك ما نفتش من صوته. لا انا في النوم ما تشيليش همي واصل والله، يعني بعد الشر لو بيضربوا البيت بالمدافع يا دوبك اتقلب قلبتين وارجع اكمل نوم، ولا كاني في حاجه حصلت واصل. لا الله يطمنك، وانا اللي قلت لواحده ما تشيلش هم طول ما انت معانا. واه لا انا ما قصديش، انا ساعة الجد نهد وهد هتلاقيني مصحصح وعينيا مفنجله كيف الوطواط. صدق الله العظيم. بتعملي ايه عندك يا سماح؟ لا ابدا يا حاجه والله، ده انا صحيت بدري فقلت اما ابتدي اوضب يعني في الغدا. وانت يا عوض بتساعدها ولا ايه؟ ها؟ لا ابدا يا حاجه، ده انا حتى كنت طالع رايح الشغل. يا ساتر، ده انا اتاخرت جو على الشغل.
يلا يا حاجة. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مالك شكله صحي هو كمان؟ أنا أروح أشوفه بقى. استغفرك وأتوب إليك يا رب. استغفرك وأتوب إليك يا رب. قلت يا ولد أبوي موافق؟ موافق على إيه؟ هو أنت قلت حاجة عشان أوافق عليه ولا موافقش؟ بص يا أدهم، أنا مش هلف وأدور عليك، أنت أكبر من كده. وأنا قلت لك إن جمتي في إني كنت شبح، لا حد شافه ولا حد سمع عنه. وابن الأنصار الله يكحم وحرج لي كل ده. أنا بشتغل في شغلانة فلوسها أكبر بكتير من البودرة والسلاح، بس اللي يوجع فيها ما تجملوش جومة تاني. عشان كده عايزك تبقى شريكي، يدك في يدي وكتفك بكتفي لحد ما نخلصوا من المصيبة دي. إذن شركك؟ ما انتش أجل منيها يا ولد أبوي. بس أنت مياس وأنا ما بشاركش حد مياس. جرب مش هتندم صدقني. لا، ما أنا جربتك قبل كده في حوار مين اللي قتل مراتي وطلعت مياس. حلو، ثلاثة بالله العظيم أبدا. أنا كنت شغال على الموضوع ده لولاش ولد الفرطوس واللي عمله. حط يدك في يدي لحد ما تهدى الأمور ونطلع مصطفى وابو حمزة على مكانهم الجديد، وساعتها هعرف مين اللي قتل مرتك. يا حسام انت فين؟ طب انزل قابلني دلوقتي حالا. ايوه يا سليم، بس دي قضيه واتقفلت من زمان. اتقفلت غلط يا حسام، انا قريت ملف القضيه دي كذا مره. كلام الشهود كله مش راكب على بعضه، خصوصا كلام امها. في حاجه غلط في الموضوع. انا مش فاهم ايه علاقه ده بالموضوع. يا بني ادم افهم، الدنيا كلها مفتحه على بعض. قتل مرات ادهم هي مفتاح ادهم نفسه، ولو عرفنا نوصل لادهم هنوصل لعاكف كمان معاه. تمام، بس هنعمل ده ازاي يعني؟ وانا بقى جايبك عشان كده يا وحش. انا عايزك تمسك لي القضيه دي من اولها تفرها لي، وعايز اعرف قبل موت مرات ادهم علاقتك كانت عامله ازاي بادهم وبامها، وعايزك كمان تجيب لي تاريخ امها من ساعه ما اتولدت. على فكره امها هي اللي توصلنا لكل حاجه احنا عايزين نوصل لها. والله يا حاجه انا ما اقصدش حاجه وحشه ابدا. عوض ابنك ده زينه الشباب، مؤدب محترم متربي، بس البنت عندي يعني امانه دي شافت مرار ما شافوش حد. انتي عارفه الشباب بقى، وعوض ربنا يخليهولك شاب ممكن تاثر فيه ضحكه كده ولا كلمه كده. ما ينفعش نقعد ساكتين وبعد كده نقول يا ريت. كلامك كله صح يا مولبية، وسماع زي ما هي امانه عنديكي، امانه عندي. انا عارفه ان العيبه ما تطلعش من ولدي لو قطع رقبتي، بس على قولي الحذر واجب. سيبيلي الموضوع ده وانا هنتصرف فيه بمعرفتي. عفارم عليك يا صلاح، برافو، الشغل هايل. اشكر للرجاله اللي معاك كلهم، واشكر لي كمان سليم الانصاري. حاضر يا فندم. احنا كده يا فندم بقينا قريبين قوي من عاكف الجبلاوي ورجالته، وقريب جدا اوعد سعادتك ان احنا نبارك لك على اننا جبناه. ما اظنش هتلحقه يا صلاح. ليه يا فندم؟ يا سيدي انا مترشح لمكان جديد، وهسيب المكان ده خلال ايام. وبصراحه لما فتحوني انا ما قدرتش اقول لا، رغم ان المكان اللي انا رايحه صعب جدا وخطير. بس هنعمل ايه؟ احنا ناس بنشتغل مطرح ما بنروح. انا مش عارف اقول لسعادتك ايه يا فندم. مش عارف أبارك لك على المنصب الجديد ولا أتضايق علشان هتسيبنا. إن شاء الله هيجي في المكان ده واحد أحسن مني 100 مرة. ربنا يوفقه، وربنا يوفقنا أنا كمان في المكان اللي أنا رايحه. إن شاء الله يا فندم. أنا مش زعلانة منه يا نور.
وطمني كمان وفهمين ان انا كويسه. مش زعلانه منه ماشي، بس كويسه بقى ده بمناسبه ايه ان شاء الله؟ بذمتك ده منظر واحده كويسه؟ مفيش حاجه يا نور، مفيش حاجه. مفيش ازاي يعني؟ ايه صحيتي لقيتي نفسك مكتئبه كده من غير اي سبب؟ هو انت من يوم ما قطعتي مع سليم واهله وبطلتي تكلميهم وانت حياتك كلها بقت ضلمه كده؟ بس انا مش فاهمه انت ازاي لحقتي تحبيه الحب الفظيع ده؟ حتى يا ستي لو ده الحوار وانت رايحه في داهيه خالص كده عادي، نشوفه فين ونخطفه لك ونجوزه لك بالعافيه كمان، كله عشان خاطرك يا عسل. شفا ان شاء الله يا عم. ربنا يخليك يا حبيبتي. تفتكر يومنا ربنا بيعمل فيا كده ليه؟ بيعاقبني؟ ساعات بفكر ان مصطفى ابني الوحيد ده كان عقاب من ربنا سبحانه وتعالى ليا على ذنب عملته زمان مش قادر افتكره، لكن برجع واقول لروحي يا واد بلاش عبط. اذا كان سيدنا نوح كان ليه ابن كافر وهو كان نبي، معقول ربنا كان بيعاقبه؟ النبي انا والله مش عارف ايه اللي انا بقوله ده. والله يا بنت مش عارف. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله. هو قال لي ليه؟ طب يا عم ما تزقش، هو السؤال حرم؟ هو انا بسالك انت اشتغلت مهندس ليه؟ اصل يعني شغلانه الجاسوسيه دي حاجه مش عاديه، اللي يخلي واحد زيك يفكر يشتغل جاسوس؟ وما تقوليش بقى عشان محتاج وجو الافلام ده، لان عارف كويس ان ظروفك ما كانتش وحشه. ما كانتش وحشه بالنسبه للناس، انما انا كنت شايف حاجه تانية. مش فاهم. بص يا ابو حمزه، انا كنت وحيد ابويا وامي وصرفوا عليا لغايه ما خلصت جامعه واشتغلت في شركه محمول كبير. شركه المحمول دي امله بالنسبه لشباب كتير، انما انا في حته تانية. حته تانية؟ انا استحق اكتر من اللي انا فيه بكتير. انا مش ذنبي ان انا اتولدت عبقري في بلد متخلفه، انا الشباب اللي ادي في البلاد النظيفه مليونيرات. انا مش اقل من مارك زوكربيرج ولا بيل جيتس نفسه، ثم حظهم ان هم اتولدوا في امريكا وانا حظي الاخبر جابني في المخروبه دي. يعني هو شغل الجاسوسيه اللي كان هيخليك مليونير يا خي؟ ما بلاش لف ودوران يا مصطفى وخليك دغري. انت ما اشتغلتهاش عشان الفلوس. الاحسن من الفلوس اللي هو خلاني حسيت ان انا خدت حقي من البلد المنايله دي، عشان هم اكتر حاجه تحرقهم ان اروح اشتغل مع اسرائيل. انا اتظلمت في البلد دي كتير يا ابو حمزه، وعارف ايه اكبر ظلم اتظلمته؟ اني اتولدت فيه. طب ما سبتهاش وسافرت ليه؟ طب ما سبتهاش انت وسافرت ليه؟ انا وانت زي بعض يا ابو حمزه، احنا الاثنين لنا حق ولينا طار، واحنا الاثنين بندور على حقنا وطارنا. يمكن يكون معظم كلامك صح، بس انا غيرك يا مصطفى. انت مشيت في الطريق اللي انت اخترته، كانت النتيجه ايه؟ ولا حاجه. بكره هتمشي في طريقنا وهتفهم وتؤمن وتقتنع ان غدا لناظره قريب. انا كنت متاكد انك هتوافق، انا وانت من يوم ما وقعنا في طريق بعض وانا متاكد ان احنا هنكمله سوا. انا وانت نصين لحاجه محدش يقدر عليها ابدا، وكل واحد فينا كان مستني يلاقي النص التاني. انا قلت لك قبل كده ماليش في التثبيت يا حلو. ولا انا ليا في التثبيت. اياك تكون فاكرني عايز اشاركك عشان قلبك الميت ولا عشان يدك اللي ما بترحمش. لا، انت عندك اللي اهم من كده بكتير. انت كنت ظابط، يعني كنت واحد منهم، عارف دهاليزهم وخابر خباياهم، ربوك في وسطيهم، وده يسوى عندي كنوز الدنيا كلها. في عاكف مالك مأفور ليه؟ انت الوحيد اللي هتطلعني من المصيبة دي. بس انا سايب الخدمة من زمان. بردك ظابط، وانت الوحيد اللي تقدر تخش جوه دماغ سليم الانصاري وتقول لي بيفكر في ايه وبيرتب ليه. وليك عليا، اول ما نطلع من الخية دي اول حاجة هنعملها هنعرف اللي قتل مرتك وهناخد حقنا منه سوا. اللي قول لي، تفتكر سليم الانصاري بيعمل ايه دلوقتي؟